Donc c'est une... En fait, on célèbre, aujourd'hui, nous faisons cela avec un partenaire de choix, qui est EDF. Et هشام عبيد مدير شركة EDF في المغرب. احنا متواجدين في المغرب من السبعينات، ويعني مجال الاختصاص ديالنا هو كما كتعرفوا توليد الطاقة الكهربائية وجميع الخدمات اللي متعلقة بها. واليوم كنضموا واحد مباراة ابتكار اللي فتحناها هذا العام المجموعة من الشركات الناشئة من مصر حتى للمغرب. وانا فخور بزاف لان تلقينا بزاف ديال المشاركات من شركات مغربيه اللي كتخدم في مجال الابتكار الموجه بطبيعه الحال في المجال الطاقي. والهدف من هذه المباراه هو ان EDF تاخذ بالعاتق ديال هذه الشركات هادو وتعاونهم في تطوير المنتوج ديالهم باش يخرج للارض الواقع. دونك وهذه المواكبه كتكون بطبيعة الحال بإمكانيات تقنية وإمكانيات مادية باش إن شاء الله هاد الشركات هادو يتوفقوا والأفكار ديالهم يدوزوا للأرض واقع. Première question, donc à vous, Sybille Bellamy.